امزح امزح بس نصيحه يعني قبل ما تبدا المقطع اذا عندك سماعات البسها لانه دخلت من جد الجو ومعايا اذا عندك نظارات واقع افتراض للجوال البسه ترى مره مره ضروري مو ضروري يعني اللي انت تبغاه والاهم من ذا حط المقطع على اعلى وضوح ويلا خليكم على المقطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم الجود من قناه ماجد القرشي واليوم بكمل سلسله ريزنت ايفل صراحه والله ما ادري وين وصلت. طبعا المطور حق ريزنت ايفل صرح في معرض اي 3 انه ريزنت ايفل اول لعب لك المفروض تكون لعبه عادي مو بالنظارات عشان لا تجنن وما تجنن ما عليهم ذا الكلام. طبعا انا لازم العب اول شيء بالنظاره هي عشان يكون افضل لانه لو لعبت باللعبه عادي بالنظاره راح تكون راحت المتعه. طبعا اغلب الناس استغرب ليش نزلنا مقاطع يعني فوق 30 دقيقه كذا يعني اكثر من نص ساعه. طبعا زي ما انتم شايفين مستحيل تحصلون احد منزل اللعب يعني اقل من 30 دقيقه لانه اصلا جزء بسيط بس تروح من الفيديو خاص صراحه متعه لانه اللعب والله من جد جنان جنان يعني مستحيل تكون اقل. حتى شوف زي ما انتم شايفين شوف كم المقاطع. طبعا زي ما شفتوا كلها 30 دقيقه وفوق مستحيل تحصلون اقل من 30 دقيقه. ما علينا خليني ابدا يلا. ايه نسيت اقول لكم ترى اخويا معاي في الفيديو بدري بدري ما ابغانا ابغى تنساني والله. المهم ترى والله ناسي وين وصلت وش السالفه. طبعا عبود ما شفت اللعبه من قبل صح؟ والله يا اخي انا اخر مره لعبت ريزنت ايفل يمكن الرابع. يوت مره قديم يا رجل طولت تبدا اللعبه يا شيخ. ها شوف قاعد يلفلف هذاك يحمل يعني اي لودنج وانا احس بالدور مفتاح شيء تفك الباب يا رجل. انا وين كنت؟ ايوه اذكرك صح. طيب اوف غساله سكينه ابو حقه قصص اظافر يا رجل. الله يا ماجي انك تتنافض. ترى هنا ذبحت القوي شوف حد دمه هنا ذبحته قام مره ثانيه. انا ايش معايا؟ اي في خطوات تمشي ها؟ جاك والله قلت من اول معليش والله بغيت اتفاهم معك اقسم بالله اسف. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الجنجره ذي فاك يو تو يا حبيبي. يا رجل روح العب خير يا شيخ. خاف طلقات ترى تخلص وما يموت ترى خسر في طلقات يموت يعيش مره ثانيه ترى هذا سادس مره اذبحه. وينه؟ صبر صبر عطنا اطلع قرون استشار اتوقع في اوف وراك على اليمين صار ايه هنا هنا ها قاعد يضرب هو يضرب مين ذا؟ هذا وين الحين؟ مو كان حق ورايا؟ ورا وراك تكفى تكفى لا تجي مين لا مقفل مقفل؟ مقفل يوم تأكد؟ ايوه شوف اصبر ها لا تكون حشرت نفسك يا حبيبي اتوقع مينا لا معك بكل بكل لا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب والله اللي واشو كفو لا تطلق زي الناس امك لا 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 اقدح طيب السكه تبي تمزح معايا ها؟ يا خبر هنا العن وجهك مع انه قزم اصبص والله اذبحك والله اذبحك يا ولد اهدى يا ولد اعطيك راس ابوي جبتك اقبلت فاهم معك والله لا اذبح اصبر قول اطاي اطاي كفو وفى طيب خلاص ايه ابن الكلب مات؟ ايوه انا عن ابو وجهك انقل 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 ايش هو سربرايز ماذر فاكر ران لا لا انك والله ذهب اندسني وين رايح؟ شوف يا انك تطلع الدرج يا انك تطلع الدرج لحظة انا هناك قدام بلا روح
ظله جاني 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 خلاص افقع 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 يا ساتر يا ساتر والله ما الظاهر معك تموت جاك افقع شافني واضح لا لا كيف كنت نسوي طلقات القوية؟ ما عندي متابع بيجيك والله اسف ايش ذي؟ ايش ذا؟ ديدان ديدان ايه ارميه فجأة يا رجل اذا ما قتل المسدس يقتل ديدان يعني؟ المسدس يربيه الدود شوف وقت يوم كان داشر هو اي والله هو يبي اجي كان طوع هناك هناك تلعبين مين فيه؟ رابو راس اللي في ريزدنت ايفل 5 راس ابو براس ترى هم نفط نفط انا عادي ران كمر ينطوا كثير ايوه يا لا يا رجل هذه يبالك تروح المطبخ وتجيب انبوبة غاز بوف اكو واحد امك 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 ثم ابوك نقت كم طلق عندك تعال انت طلع سكين في الراس في الراس في الراس في الراس تعال دابا امسكني لا 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 مت انا كده لا 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 اعطيه بوكس انا كده لا كويس صح الا والله مت مفتاح اقرب حلو مقفى يا ولد جاني صداع بطني ها كويس ما فعلت كويس طب تاكد تاكد يا مخ امك 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 يا بلاش كلب يا بلاش كلب موت موت والله قطعت ايوه حبسته في المحرقه في المحرقه اقصى اليسار اللي هو اليسار خلفي ايوه اللي هو هذيك ومقفل طيب هو الحين محبوس يقول حتى لا يحاول فرار مره اخرى يعني ده انا اشبك شيء يشرد ثلاثه حروف من الف وبصمه يد اوف افعل ما يحب بزوجته يا رجل حتى زوجته ما خلوها في حاله واحده اثنين ثلاثة بصمة يد ذا كذا النظام طلع لا طيب نقفل حس تركيز ها تقفل ها يا علق يا رجل افتح قفل بس وفكت لف لف على اليمين لف اليمين لف اليمين هنا روح عند الكرسي عشان اعلمك كيف الطريق كان يصل الفصار خليك ثابت شوف قال هذا حرف من الف صح؟ الف طيب الزبد اني ما اشوف ولا حرف الف ابليسك والله جد يا شيخ سكين والله سكين والله انه جامدة اوه في درع انت فده يا حب ابوك موت جاك الموت كروزر مرة بس انزل خلص القاتي يا حليلك يا ماجد شفتها طلقتين زي عبودي ترى مرة بطرانة يذبح 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 من جد يذبح طيب ايش تكرر مرتين عاد عشان تفصلك معلومة اكثر بودي ابو انت شايف انا؟ خلو في حاله يا يعني انك تمشي بادب احترام طيب يا يعني انك تقل ادبك معاه خلاص ابقع يا شيخ لوح لوح ابوك انك رمى يا شيخ هذا العقل اي هذا هو لا لا سجون امه وربي سجون امه نفس المكان
أبوكم.